السلام عليكم. في محيات الماعز الذي أثار ضجة مؤخرا في العالم العربي وخاصة العالم الخليجي و... شفتوا أنت فيلم الماعز؟ أنت شو شغلتك فيها؟ ما شفته؟ لأنه تعرف هذا بكل عرس له عرس العائلة ترندات ترند اللي هو يعني ترجمته إيش الاتجاه أو طيب مثل بقى الهاشتاج الوسم بقى أنا بحب استخدمه استخدام اللغة العربية حتى المصطلحات الأجنبية تعريبها. طيب طيب ننتقل هذا طبعا ضمن البرنامج ضمن هذه الحلقة ضمن برنامج الوهابية في كيس نأخذ ثلاثة مقاطع من الأول والأخير والوسط إذا لم نجد ندخل إلى التفريغ الآلي. طيب أخص من ذلك مع بيد رجل سعودي أخذه من المطار ولم يكن هو الكفيل. شوف 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 شلت بالعجل شوف إيش دخلك أنت بهذه القضايا؟ لا حول ولا قوة على نظام الكفيل ونظام ال لا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب إلى المطار فعوديته لأهلي وأهل الكفيل رفضوا أخذ الديار وقيل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفوا أنه هذا شلون كبرت قناته بس أنه الترندات فإن كان ظالما كيف أنقذ علينا نمطا من التعامل غير هذا الذي يصور فقيامه. إيه وين يعني ما شفتها لكني جملة مفيدة أنا أعلق عليها. ترفض هذه الممارسات فلا يقول الإعلامية هذه ترفض هذه الممارسات أنه الإساءة للكفيل لكن لا ترفض أنه ذبح المسلم إذا لم يقل أنه بائن. جبنا لكم الفتوى هاي الساعة ما شو موجودة شغالة هون أظن أن الساعة ولا شفتها إنه من لم يقل بائن هذا يذبح ويلقى في مقابر المسلمين في ما في المقابر المسلمين يذبح ويلقى في مزبلة حتى لا تأذى به أهل الإسلام فضلا حتى لا تأذى به أهل الذمة فضلا عن الإسلام. هاد بيطلع ينتقد نظام الكفيل الجائر اللي يعني اللي بي يعني السلوكيات اللي هي في الخليج أو في السعودية من بعض الكفلاء أو كثير منهم أو قليل الله أعلم ضد الأجانب ضد الهنود ضد البعل. هذا أنت بدك تجي تتكلم عن الأخلاق أنت هذا له نفسه هذا كمان هي دائما بقراها الفتوى أنه لم يقل بائن من خلقي. طيب أنا بدي أقول استوى وبس ما بدي أقول بهاي. طيب مو أنت عم تقول نثبت ما أثبت الله لنفسه باللفظ الذي أثبته ولا نستدرك على الشارع لأنه الاستدراك هذا اتهام له. طيب أنا ما بدي أقول بهاي ولا بدي أقول بحد ده كله استدراك على الشارع لا تقتل وتذبح و... شو هذا يتكلم عن الإساءة. طيب هذاك بيضرب كف المكافين مضربين بيضربوا كف أو بهين أنت عم تذبح وتزته في المزبلي كذلك قضية إيش هذه فرجيناكم على ما بنكرر هذه أنه من أنكر هذه قضية بقى إيش من أنكر أثر مجاهد اللي ما أثبت عن مجاهد في إقعاد النبي على عرشه قال هو زنديق يقتل ولا يستتاب. هذا يطلع يتكلم عن الأخلاق ما بيتكلم هذا قبل شوية رددنا عليه أو عقبنا عليه في قضية هذا تعقيبه على هذه الحادثة في ألمانيا اللي واحد داعشي قتل ثلاثة ألمان وفرجيناش هو نفسه هذا اللي كتب ايش عمل الفيديو جريمتان اشعريتان تكلم انه ليش طافوا بالشرائح وكذا لانه قرأ كتاب الرد على الجهمية. انا قبل قليل انا في الفيديو السابق قلت لانه قرأ كتاب الجهمية وكذا قرأ كتب الجهمية لا قرأ كتب الرد على الجهمية. طيب تمام يقول انت عم تقتطع هذه الفتوى دائما بيقرأها بتعجبه للشاموسي انه من لم يقل شوف لاحظ أنه بائن من خلقه وجب أن يستتاب منيحون في استتابيون وإلا تاب وضربت عقوه ثم ألقي على المزبلة لئلا يتأذى به بنتني ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. هذا هو المستتاب لكن في هذا الأثر أثر مجاهد لا ما حتى ما يستتاب أريكم إياه وين هذه لاحظ هون أشوفها هون أنه حتى هذه لا ما يستتاب أصلا شوف شوف ما في ما له ما له ما له استتابي شوف هو شوف من أنكر هذا أنه إيش أثر ضعيف لأنه أنت أنكرته وأنت أصلا تقول بما قاله النبي في البخاري أنه قال محمود والشفاء لا بدك تقول هو يجلس على عرش شوف شوف وإلا عندي فهو زنديق لا يستتاب ويقتل شوف ها
ومين هذا؟ هذا هو اللي هون الشموسي طالع، هذا عم بيتصل له، هذا اللي عم يحكي لي على الاخلاق وعلى النظام الكفيل. عم يبكي عليه، عم يبكي على انه ليش طافوا بالشرائح، وعم يبكي على انه هذول واحد داعش قتل ثلاثة ألمان اللي شوفها شو على الإجرام اللي عم يعملوه. لا احنا يعني ماشي مضمون انه دين هذا الجريمه في المانيا وفي، لكن انت اذا ادنت قتل اهل الذمه، مش اهل الذمه بقى، قتلت ادأت دين قتل اليهود والنصارى، ادأت دين قتل اهل الاسلام، وتروح بتألف هذول عنوان النجد، عنوان المجد في تاريخ نجد، عنوان المجد في تاريخ نجد، تفتخر بجرائم ابن عبد الوهاب في ذبح المسلمين مثل الخوارج. قال أهل الذمة، لا هؤلاء أهل ذمة رسول الله، لكن المسلمين يذبحوهم يقتلوه. شافوا صحابي قتلوه، قتلوا زوجته وهي حامل، قالوا هذا مرتد مشرك، مرتد لأنه إيش، لا حكم إلا لله ورضي بحكم هذا بالتحكيم. ولما شافوا إيش، شافوا أهل يهود ونصارى، قالوا هذول أهل بذمة، أهل ذمة رسول الله، بوصية رسول الله أهل الذمة، وصاهم الرسول بالزيارة زي ما، بس ما وصاهم الصحابة. شوف هذا نهاية الخذلان والعياذ بالله. شوف هلا في عندكم أيضا شغلة تاني، شوف هذا الشموسي أيضا، شوف أنه من لا يقول استوى جلس، هذا شوف شوف هو كافر، الجهمية كفار، بلغوا أنه نساؤهم طوالق، لاحظ، ولا يحللن لأزواجهن ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جلس، ليش؟ لأن الرحمن عاش استوى، هل يكون استواء إلا بجلوس؟ هذا بالمناسبة أنا عملت عليها مقال طويل، هذا بدنا نعملكم على حلقة، هل يكون استواء إلا بجلوس؟ يعني مثلا وهل يكون الجلوس إلا بقعود؟ وهل يكون القعود إلا بمقعدة؟ طيب وهل يكون الجلوس إلا من تعب؟ يليق به بقى على قولكم بقى، والعياذ بالله، أشهد أن لا إله إلا الله. شوف هذا ونفسه عم يحتفل بهذا الأثر، طيب هذا تكفير لمجاهد أصلا اللي قال استوى على مجاهد أو العالم تحتفلوا فيه، استوى على وارتفع. طيب وأنا بقول لا جلس، تقول لي ما بيقول جلس، هو كافر، نساء طالق ونساء طوالق، ولا يعاد مرضى ولا تشهد جنائزه، هذا اللي عم يحكي على الاخلاق. يعني هذا الكفيل، لو كان واحد كفيل سعودي وشافه انه هذا اللي معه هذا الهندي او كذا انه يقول استوى، مش استولى بقى على، لا بيقول له يكون استوى الى الجلوس، ممكن يقتلوا ويذبحوا وفقا لهذه الفتوى اللي عمال بيتليها الشموسي، اللي اصلا لم تثبت هذه كما قلنا، نجيب نفسه الله جهه اوسع تستخدمها بعض الجهات لتبرير اعمال العنف والسياسات التمييزيه ضد المسلمين. عم يتكلم عن اعمال العنف ضد المسلمين، عجب، هذه يدخل فيها اعمال القتل والاجرام اللي قال بها، اللي قام بها ابن عبد الوهاب شيخ قرن الشيطان، واللي افتخر فيها كما قلنا ابن غنام وابن بشر، وانت نفسك تفتخر بها هذه. انت ما جبنا لكم الحلقه، لا كان قال ابن عبد الوهاب كان عم يدافع عن نفسه، كان عم ينصر التوحيد، وكان عرفته هاد جهد يطلع يتكلم عن اخي، كثير متضايق انه كيف عم بيصير اساءه للكفيل وبعرف ايش، ويصير عمال عنف في الهند وبالسند، هاد الكيوت اللطيف الداعشي عم يعلمنا الادب كمان، لازم نكون متقدمين ونظهر اخلاق الحسنه. نجيبكم جانب من اخلاق الحسنه الشموسي، شوف 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 هذا 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 شوف 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 هون عم بيمسح بالمنديل، شوف بيمسح بالمنديل وبيرفرف فيه هون وبيحطه بالزباله وبيطالع عليه صورتي وصوره الاخير الشيخ عبد القادر، عم يعلمكم الادب، هذا خذوا منه الادب. وهون لا مو هون طبعا، هذا خذوا، هذه حلقه كامله هذه لاخينا اخينا الشيخ ياس عن قضيه ايش، انا سجلت ايضا حلقه هون لما بيشتم بشيخ الازهر ويستهزئ منه كلام بذيء، سميته اسمعوا الى بذاءة لسان شيخ ابن شمس الذي يحاضرنا عن العفه على اكتاف الامام السيوطي، لاحظ عملت عليها حلقه هذه، لاحظ هون لسه في هون ايش اسمه، في هون لسه هاي طبعا هذا فضلا عن هون، خذوا الاخلاق الحسنه وخذوا شوف الشتائم، شوف هذه بيحتفل فيها، هذه على قناته، هذه شوف الشموسي لاحظ، يا شاعر سافله الورى، لاقطعن بمعولي اعراضكم، ما الى ان يقول شوفوا، ولا هو لاهجونكم صغيركم وكبيركم، اني لابغضكم وابغض حزبكم، لاحظ شوف
وهو بيتكلم عن الادب، انه اذا المناظر، اذا هذا الشاموسي بيقول اذا اساء الادب مدي انا ايش الذي يشتم مرتين، اذا كرر الشتيمه الثالثه يطرد ويؤخذ باقي الوقت للمناظر الاخر. لا عصب من الكلام على الاخلاق. طبعا هون هذا دكتور عادل عمال يحاكي ما فعله هون ايضا، لاحظ هو بهذاك الفيديو. الحمد لله رب العالمين.